يا اهل السعوديه، مع ان في بيني وبينكم زي ما انتم شايفين محيطات وبلاد، بس بعون الله حاجه لكم يوم 4 فبراير علشان نتفرج سوا على فيلم اخي فوق الشجر. لسه جاي من امريكا والله العظيم. فمن خلال فيلم اخي فوق الشجر راح نشوف رامز عم بيأدي شخصيتين، علاء وبهاء. فكره وقصه السيناريو وحوار لؤي السعيد ان شاء الله يعجب الناس في السعوديه وخاصه الرياض، لان انا بحب الرياض وبحب ناس الرياض كلهم، وبتمنى اكون ضيف لذيذ خفيف على قلبهم. وخلال لقائنا مع رامز ما قدر انه يشوف هالمعجبه ويسلم عليها. هاي يا راجل، دي احلى قمر في الدنيا دي. هاي اعملي باي باي. عامله ايه؟ حلوه؟